العيد هدي هي يمي دوبكي الشمعة وانا ضويت هدي هي يمي تعبت سهرات باش نرتاح سبب فرحي سبب النجاح سعدي وفرحي بيه ضيفة حلقة اليوم من المجال الفني الشعبي ومن مدينة أسفي أم هشامة، الكل كيعرفها وغادي يشوفوا حلقتها. للأسف قدر الله سبحانه وتعالى توفات أم هشامة الله يرحمها وما غاديش تشوفها. أم هشامة الحبيبة أمي عاشت وعانات مع الوقت والزمان اللي ما رحمهاش، حتى لقات راسها في دار المسنين هي والأخ ديالها. الحبيبة أمي الفنانة شامة توفات في صمت بعد معاناة مع المرض، ومن بعد ما سجلات معنا هاد الحلقة الله يوليها برحمة الله وبركاته. وهي نموذج ديال بزاف ديال الفنانين اللي عاشوا وماتوا في صمت. أنا فنانة شعبية وكنت تنخدم وكنجيب فلوس، ولكن ما درش بحساب الزمن غيعطيني بالوراء. أنا ما كبرش مع والدي أصلاً، أنا كبرة في الدريبة مزوقة، آسفي في الدريبة مزوقة عند واحد السيدة لباس على كيقولها الحاجة عيدة، ما في حالهمش العربية، أنا ما قديش لي مع العربية، أعطوني لهذيك السيدة ما عندها الأولاد لوالو غير أنا ويا رجلها، بقيت معهم تتوفيت تدارك سيدة ومشات لرحمة تولد عندي أنا شي 14 عام 15 عام. بسم الله الرحمن الرحيم، حررتي فينا هاد الندغه؟ ورا دارك ضحكه داو لينا الدريه وحتى القرايه ما قراوهاش. اودي الله يهديك الله يهديك، راهم فاكيننا منا الحاجه عايده وراجلها ما كاينش بحالهم. الله يعمرها دار، مفشين الدريه يضروا يدوروا بها في الطوموبيل ويشريو لها اللي بغات. الله يرحم ليهم الوالدين. والقرايه القرايه 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 غتقرا تعيا وفي الاخر غتزوج. تجي لا خدتك تياك تي قارية دوي دوي ماكس كت مدرسة لا ما عمري مشيت لها الصراحة. أنا وياه الدار معقدين، واحد الحياة عندهم كانت في شي إشكال.
غير كون هاني شامة بنتك بين عينيا. بعيدة تلهي في شامة، راه غالية وعزيزة. غير كون مرتاح، بنتك راه ما غاديش يخصها معايا حتى شي خير. اش نقولك، عرفتي باش حيدتها الماء من بين يديها هي تبكي وانا نجر بزز، باش حيدتها الماء من بين يديها. عارفة لك بنتها صعيبة، تقليد عليك فوقاش ما بغيتي تجي تشوف بنتك انت وماها مرحبا بيكم. انا مزوق فيك، انا مزوق فيك اللعيدة، تهلا ليا في بنتي شامة، راه المومو ديال عينيا. غير ارتاح مع راسك، بنتك ما يخصهاش معايا حتى شي خير. يعني فيما مشاو انا معاهم في الطوموبيل، ماشي كبرت في الفقر معاهم. سالم عطينا الفلوس نكتيو شامة. عايدة ديها في راجلك وانتي مقابله غير شامة. شامة نورت لي حياتي، عمرتها. وانت لهاد الدرجة تنسي راجلك؟ ننسى كون فوتك لهي. بيني وبينك انت ما فرحانش بيها؟ فرحان، وكنزيد نفرح ملي كنشوفك دايراها اكثر من بنتك. ماشي اكثر، ربي عظم المراه في الام في القران اللي كتربي، وقال ارحمهما كما ربياني صغيره، ما قالش كما ولداني، فهمتي؟ وما هادي ما نقول، وراكم عزاز وغادي نتهلا فيكم بجوج. راك عزيزه وهالي. كنقول لامي الصراحه، كنت كنقول لامي نعمرها دار لحد الان تنحلم بها في الليل. دابا نيت انا كبرت وامي ماتت وكنحلم بها مسكينه في الليل. يا الوردة وعليك يطيح ندا، يا شامة يا الوردة وعليك يطيح ندا، يا شامة يا الوردة وعليك يطيح ندا، يا يا شامة يا الوردة وعليك يطيح ندا، 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 يا شامة يا الوردة وعليك يطيح ندا. شامة ما حشمتي ما رأيتي ما قلتي هذه دار محترمة، عندي الهبة ديالي خاصني نحافظ عليها ونبقى مستور. ها هذه لالا راه دار محترمة، راه ماشي حفلة وباقا على برا، وانتي طالقة صوتك تعجني تغني تصبني تغني طيبي تغني، هادشي راه بزاف يا بنتي، راه بزاف هادشي. اسمح لي يا با، الهضرة ماشي معاك، الهضرة مع ديك عايدة اللي مدسرات. نوري جمعي النوضة زياد تبارك الله، خلينا غير الغنى في هاد الدار. عايدة عايدة، واحد السيد كان واحد العرس عندنا في عربية، وكان واحد الدري خويا وزير فيه، ومشيت وانا كنت كندور في الدار نشقى شي حاجة، نشقى نشطح ونغني، نشطب نشطح ونغني، كلشي عندي بالغنى، الشقه بالغنى، الصابون بالغنى، اي حاجه كندير فيها كنغني. صوتك زوين وحنين، حيت تسمعي انت يا امي امتي على انا هاد المحنه منين جايباها؟ راني جايباها غا منك انت، راه العقل والروح عايده. ما عارف كيفاش غادي ندير نعيش بلا بيك. ولا انا ما نتفرق عليك، انا راه كاع ما نتفرق عليك، وشفتي هاد الراجل يتزوج بيا ويبغيني نجرط عليه في عقد الزواج، نقول ليه امي ما نتفرقش عليها. ليه لا يخطيك عليا يا العزيزة؟ عندك امي عندي انا بنيت، ما زوجونيش والديا. قلت لك فاش كنت عند المرا السيدة اللي مرباني في المدينة، كان واحد الناس جيرانها تما كنمشي لعندهم، وقالوا هادي راه مربيه الحاجه، دايره الحاجه عندي، وعطوني لولدهم. بعد ما توفت الام اللي ربتها في المدينه،
رجعت للبادية وقررت تزوج رغم رفض عائلتها لهذا الزواج المبكر، لكنها قنعت والديها وبدأت حياة أخرى. ما عرفتش كاع انا بحال قاعده مع امي ولا مع اختي، ما عرفتش من هذوك هذيك مرت باه وهذوك خوتو، ما ديتش في داكشي. شكون حنا الاولين التربيه الاولى ما كانوش كيعرفوا الزواج اشنا هو في الاول، كانش كنعرفوا يقولوا فلانة تزوجت وما عرفش الزواج اشنا هو كاع. الله يهديك، خلي الدرية تزوج. واش عيب؟ واش تسطيتي؟ الدرية عندها 15 عام وباغي تزوجها، كي درتي ليها؟ راه 15 عام ما يدوزوهاش الكتاب في الكتبة. أمي خليني نتزوج، سكتي الله يسكت داك الحس، اش بدك تي شي جواج؟ اش كتعرفي شي جواج؟ علاش كتخوتي على الدرية؟ الدرية قابلة تزوج وباغا تعيش في المدينة، شحال ما هي مرزقة. ما دوزوني لا في كتبه لا والو، والوالده جات عندي ماشي جات عيطوا ليها وداو داكشي، قال لها دول ما قدروش نكتبو لان بقى صغيره. امي مشات للعروبيه انا بقيت جالسه معاها. كانت رغبتها قويه وكبيره باش تخرج للميدان الفني، وقررت تخرج من بيت الزوجية وتنضم لإحدى الفرق الموسيقية الشعبية في نفس المدينة، وهكذا كانت بدايتها. ولكن ماشي خايب ولا شي حاجة، الله يرحمه كان واحد الانسان درويش وسميتو قلبه حنين، ماشي بحال يقول لا راه ما كاتب معاه ما والو. بسم الله الرحمن الرحيم عليك بنيتي، فين هو راجلك؟ مالك جايب بوحدك؟ واش هاد الباليزه؟ انا امي ماتليش باغا جواج. هاويلي يا بنيتي، هاويلي يا بنيتي، راه الراجل حنا ما مكاتبينش معاه، قلنا زعما تتكبري نتكاتبوا معاه، ساعدتي دابا جيتي وخرجتي بلا اوراق بلا هادي بلا ديك. هاجي عندك المزغوبه تكوني حامله. الله يهديك امي الله يهديك، انا جيت وخرجت من الدار. ايه واش ناويه ديري؟ انا امي ناوية نولي شيخ. بغيت نولي شيخة. ديالها هذاك هو اللي هربت من عنده باش تولي شيخة، عجبوني الشيخات. هاويلي شيخة هي باغات تفضحيني، هي باغات تشوهيني، واش باغات تفكسي ليا مرارتي؟ اش غيقولوا الناس؟ غيقولوا امها طلقت وتزوجت والدرية ولات شيخة. انا امي باغا نولي نغني في الحفلات والعمالات والمقاطعات، حتى كل شيء سمع صوتي، وحتى يوليو الربيع يعيطوا ليا نغني لهم في العيد العرش. هي قولي باغا تقتليني وصافي، واش باغا تفرقع عليا المراره؟ واش تي تسطيتي؟ واش عارفه اش كتقولي؟ انت مالك امي درتي لي هاد الحاله؟ حتى دابا راه ها هي باليزتي مجموعه نزيد بحالي. هويلي 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 بليز. كنخرج كنتفرج الحفلات في عيد العرش، شوف الشيخات وداك الشيء، واحد الوقت نقول علاش ما نوليش شيخه انا؟ تانا ندير بحالها ما نوليش شيخه. هي هذيك زرعت لي في دماغي الوقت كبرت وهذا، ما خط خدمت يعني في وزينه وداك الشيء في الصغر، ولكن اول ما اخيرا دخلت للميدان. دار من هادي يا ويلي مالكي خايفه؟ دار خالي هادي.
واختي راه نخاف. ما عندك مناش تخافي، خالي راجل كبير وكيجي غير مره مره، غيعلمك كاع داكشي اللي بغيتي. بصح يعلمني العيوط. هي شتي هاد الحرفه؟ غتشربيها ما غتولي من الشيخات الكبار بحال اللي كنتفرجوا فيهم في عيد العرس. بصح ونوضي نوضي حيدي جلابيتك نوريك فين غتنعسي، غتبقاي معايا هنا واخا؟ ويقول هذاك الربعه قال لي مشتي هادي راه تشطح تزيدوا تشطح، قال لي ما يدخلوها تشطح معاكم. هي ديك ملي دخلوني بديت كنشطح انا فين، موت هذوك الشيخات اللي معاهم قعدوا الارض كلشي، بقيت بوحدي ومع باقا صغيره داكشي مع سميتو، ما حسيت لا بعيه لا بول، بقيت كنشطح كنشطح كنشطح. يلا يلا من سال العرس هذاك الكومنجي قال لي غادي تمشي نعلموك وتخدمي معانا. هذه هي صاحبتي اللي قلت لك باغياك تعلمها. اييه الحرفه راه ما واعرش، خصها راسك يكون خفيف واللي قلتها عاودي قوليها. ديال المسيره غادي في المطار هنا في اسفي، باقا ما عرفتش نهز صوتي مع الكاميرا، ما عرفتش اش غنقول ولا اش غندير. هي ديك بقيت معاهم يلا بشوشي شد كاميرا جو في الدار وعلمني وشويه. ديك الساعه ساكنه انا في الكورس حدا واحد الشيخ يقول لها بنت بوصوف راه توفات خدوش الله يرحمها، حداها كنت وكي بدي بحكي يعلموني. داكشي في الدار تعلمت. مادا بينا وكنت وينا وانا شلحو عربي وتيعفو ربي ولا العبيدية وكوات نيكية ورادوني هشتي انا كنفوز. سمع العميم انا غادي تعلمني كاع العيوط، ما بغيتش انا نبقى كي ديك السمكه وسط الشيخات، كيف يقول الشيخ الحبه نكون انا الاولى تابعه. ياك علمتك العيوط بتساو اشنو باقي ناقصك؟ هذاك الحصباوي باقي انا كيمشي ليا، انا ما بغيتش نبقى ضحكه وسط الناس ديال عبده، وحتى حاجه ما غادا تخصك معايا سمعتي. كيما قلت لك ملي كنتي صغيره مرحبا حتى دابا مرحبا. وعليه يلا راه ليا شي وجيبه. بلا ما نحفظ بزاف ولا ربع ايام ولا خمس ايام دخلت ليهم حفظ دوزتهم ثلاثه. هذيك كاسيطه اول مره كيسجل بشعيب جديدي الواد اللي ما عنده قواد مع عيده، قال لها بغيت نديرو بغيت نسجلو. هي هذيك سجلت معاه، مسجله مع واحد بالوطار راه تا هو توفى ولد السبت كيقول لي بسعود في صوت الناسي، سجل معاه تا هو مع شي جوج كاسيطات ديال داكشي ديال الشياط ما داكشي ديالهم هما. هي سجلت معاه تا هو شي جوج كاسيطات. هانتي امي شوفيني اش غادي نلبس، واش نلبس هاد القفطان ولا نلبس هذا؟ انا بغيت نشعل عليهم، بغيت نبان هوك ندير هوك ندير. مبارك عليك بنيتي من سماره،
واش غتبقاي خدامه ليل ونهار؟ واش ما غتستريحيش؟ وامي واش دابا لي زيانه الوقت هالمواسم هالفرح هالعرس انا نجلس؟ هاد الهضره امي لا بقاش تقوليها لي، الله يعطيك الستر. بتكيسي على صحتك بنيتي، راه الصحه ما دايماش. ايوا ولد الصوبه والحمونيه اللي معولين علينا ها نخويو بيهم. شوف امي انا دعي معايا دعوه وحده، يكون شي عرس مهور، تكون الغرامه كطيح علينا كشته كشته. اما لا كان شي عرس محفحف تتغني عليها الله يتبقي ستر وهي مقرقه فيك عينيها بحال هكا، حتى الا دورات معاك تلوح لك 200 ريال. شي امي عمر لما كانش في العرس ما كاين والو. مالو بنيتي ما جاش؟ شكون هو؟ عمر. وامي هاد الغوص بعيد عليك، قولي لي دابا واش لبس هذا ولا هذا؟ لبسي هذاك اللي فيه الصقل اللي على مزيناته. بصح الا لبس هذا غنبان كنللش من المينصه. يا بنيتي كنت مسجله مع عيده، عطاني بشعيب جديدي، ما عادش ثلاثه تويشيات جداد، وشكون اللي وقع عاقل عليهم؟ راه نسيناهم. ثلاثه تويشيات جابهم ليا، حفظتهم في يومين. جاب لي على الصوت على الكلمات، حفظتهم في يومين. ومشيت انا، كان مشات عيده وانا وواحد تيقول لي داه موك راه تعرفو، وداه مو مشينا حنا حنايا ربعه، فاطمه وعيده وداه مو وانا معاهم وشعيب. سجلوهم. دخلت انا كنت عقلي شويه خفيف، دخلت الايقاع ديالهم. الله 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 يا بنيتي اللي كان غيعاونك على الزمان وعلى خوتك، مات الله يرحمه. وامي واش انا دابا فين ما نجي عندك فرحانه وناشطه بديت تهضر ليا في هذه الهضره؟ عمر الدنيا ضحكات لينا. راني فرحانه لك بنيتي قد حقي في الجنه. ويني الحمل ثقيل عليك؟ واش ما حيلتك راسك ولا لخوك ولا لختك ولا ليانا؟ بزاف بنيتي هادشي. واش انا امي شكيت عليك؟ دوي عمرني شكيت عليك؟ انا قاده بشغلي وانا الفلوس اللي كنشد بغيت نخسرهم معاها على كتي وعلى خوتي. اختي معاك واش مع الدعباجي الله يرحمه؟ مع الدعباجي، مع سي محمد الصوبه، مع عبد الصادق ديال اسفي، مع ولاد العلام في الاول ديالي تا هو كنت اخدم معاهم اللي ماتوا الله يرحمهم، مع خلق تاع سيدي بن نور، ولد الحلاوي الله يرحمه عبد الحق. هادو ديال الأدير ولد اسفي هو غير كاين في سميتو عبيدين الزرهوني تا هو كنت نخدم معاه. كلشي ربيع صغار وكبار. دابا قولي ليا ملي كنجيب لكم اللحم اش كتقولي ليا؟ وقهمنا يا بنيتي. والدجاج تا هو قنعت منه. والحلاوي وبرك عليا من السكر. ايوا شتي انا عادي معايا امي يكثر لينا الله المواسم والعراس والفيجطات، وغدا نبرحكم ما نخلي ما نجيب ليكم. وسيري يا بنيتي انا بغيتك فين ما حطيتي يدك تربحي. امي عدي اليوم واحد اللقجه. اه واحد الوجيبه. اه بغيتك امي تدعي معايا بالقبول، بغيت غير انا اللي ندي الغرامه. وبغيتك بنيتي تبقاي ديما ضاويه كي القمره، بغيت ربي يسهل لك في كل حاجه حطيتي فيها يديك. يا ربي امين امي، يا ربي امين، ونعوضكم على كل شيء داك الشيء اللي دوزتو من القاهره. والله يفرشك ويغطيك بالرضا بنيتي. يا ربي امين يا ربي امين. تبعت الميدان، الوالد مات عند اخته في العروبيه، والوالده من اللي مات كانت تزوجت راجل اخر، من اللي مات بقات معايا، مات في 2013، شي 10 سنين دابا باش توفات. مي شوفي شوفي واش بالك شي لاطراس هنا، وري نشوف. لا ما كاين والو، كلشي مغطي. لا لا انا شاكه في هاد الوريده اللي شريت من عندها، تخينه مغشوشه. وغا كنطلع وشعلوا البالي كيبان الديفو. الله يهديك ما كاين حتى شي ديفو، راكي زينه بلا هاد البومادات.
ياك امي واش عندك فيها الشك؟ تفرك الله وصل عن بالك وحط يدك شي دومي شامة درقي دوك الدبالج واش ما خايفاش من العين؟ ما عارفاش بلي النص في الروضة راه راقد عمل العين؟ ما هذيك امواش من عين شي الشيخة ملي كتشالي بيديها راه خاصها تكون زرزرة من هنا تلهنا ومن هنا تلهنا انا راه تعيبوا عليا لالياتي كيقولوا لي كتشالي بيديها خاويين فيهم جوج جوالق وبنيتي راك انت اللي خاسره فلوسك في الخوال خاوي ما دايراش بحق دوير الزمان زماننا امي هو هذا نعيشوا مع راساتنا ناكلوا نشربوا نفوجوا والرحيم الله ولكن ما درناش بحساب مقابلين على الخوت وهذا ما درش بحساب بان راه غنتلى هكا وما قدرتش ملي تليت هكا ما كان كنقول علاش كنت كنخدم وما درت والو وعلاش كنت نخدم وما كون على شكون بعد مرة تنقول كاع كون على ديك الفلوس اللي كنت نصورها نحط نص ونص نديرو شي مخده اش غادي ما غيبقاش ليا وخدر في خده وحدايا غنجبدو ما كنتش ماشي شي انسان ديك الساعه ما كانش الوعي ما كانش بنادم منا راه كاين البوسطه كاين البنكه كاين ما كناش دايرين بحساب هاد الشيء هي هشامه ويني دير غير شي رقيه ما حدك باقي بصحتك باقي الحال امي مازال الفلوس يدخلوا علينا ومازال الخدام يجيو ان شاء الله وندير لك 10 ديور ماشي عادار والله يسهل عليك بنيتي يا ربي امين امي ايوا شربي كويستي حيد عليك ديك المرايه الله يهديك بلاتي لا انا عندي الشك في هاد وريده هادي لا انا غير كنطلع وكيشوفوا فيا دوك الشيخات كيشدني الوسواس وكنحس براسي كل ديفوات وهاد تي قلتيها راه غير الوسواس شي ملي تحسيه هكاك قري قل اعوذ بربي الفلق وحطي ديك المرايه الله يهديك تحطي ديك المرايه وبركع لك من الطليان دوي معايا صافي دابا مزيان مزيان على مزيناتك بنيه قال لك اللي عطاتو يامو شالي بكمامو ايوا الله يحفظك ليا بنيتي خدم ونجي وتمرضت كاع بقات جالسه غير معايا ما بغاش تمشي حتى عند واحد ما بغاش تمشي عند شي واحد بغيت دوا بنات اختي ما بغاش تمشي عندهم وبدها بنتها اللي فقادر ما بغاش تمشي عندها ما بغاتش حتى كتقول مخلوني مع بنتي ولدي كي غندير ليه ملي غنمشي عندكم انا يا اللي ضرها في قلبها هو محمد ولدها توفات الوالده الله يرحمها بقى معايا انا ما فاتش عندك الكلمه ديال امي اللي كانت تقول الا مت انا ما كاينش اللي غادي يشدو هو اذا بقيت على عام وهي ناعسه عام وانا كنبكي لحقاش الانسان قال لك بكي عليا وانا حي وما انا مت بلاش من دموع الانسان يبكي على الانسان هو حي حداه تلا يا بنيتي في خويك راه هو اللي دارني في قلبي راه ما كاينش اللي دارني في قلبي من قد خويك تلا يا بنيتي وامي وبطولة عمرك ان شاء الله شتي كتبكي وبركه كتوصي فيا ان شاء الله مازال غتشوفي ولادي ان شاء الله سمحي لي يا بنيتي عطيتك وانتي باقا صغيره وما نويتش فيك هذا الشيء وما درنيتكش يا بنيتي ترجعي لي سمحي لي يا بنيتي يا ولي امي علاش غنسمح لك ياك انا درت داكشي اللي بغيت ياك انا من صغري كنت كنقول لك باغا نكون شيخه ما خليتي ما درتي ندبتي جدبتي درت داكشي اللي بغيت عرفتي امي انا دابا راني مشهوره وما كاينش شيخ اللي كيقول راسي يا راسي يطلع المنصه يشد الميكرو يقول لهم فينا هي شامه امي انا خدامه دابا مزيان والفلوس موجوده ما غيكون على الخير ان شاء الله والله يسهل عليك بنيتي يا ربي الله يرضي عليك بنيتي المهم امي انا دابا راه جيت نديك انت وخويا انا راه كان ليا واحد الماي حيل غدا ان شاء الله تكلسي فيه انت وخويا انا نخدم وداكشي اللي نجيبو لكم طيبوه كلوه تبرعوا مع راساتكم
ما يكون على الخير امي انت كاع ما تحملي الهم. والله يفرشك برده ويغطيك برده بنيتي. امين. الله يسهل عليك. يا ربي امين. الله يسهل عليك بنيتي. مشي ظلمت كنحس براسي هاد الحرفه ندمت علاش بديتها وعلاش عشت فيها كون بقيت نربي الجفاف في الديور عندي حسن الصراحه. هو فن ولكن مواليه ما محقورين بحال دابا حنايا الشيخ راه محقورين اللي كبر كيبقى تي يولي درع كيكيس يولي كل واحد بحالي انا نيت انا دوك ضربت عييت وما كنتش كندير كنت نخدم نكون ربعتي ما خدامهاش كنخدم مع اي واحد ما كنتكبرش عمر ما كان فيا كبير نخدم مع اللي جاني وانا جالسه كنخدم لحقاش خاصني نخدم باش ندخل ونصير على هذوك الناس اللي جالسين معايا الدراري اللي هما خوتي. انت كي بقيتي العميل شي شد الفراش وشي تلات بيه ليا ما بقاش حتى يسكن شحال من ليالي دينا وشحال من ليالي جبنا فين كيا الماكل فين كيا الذهب فين كيا الفلوس فينا هما الناس الكبار اللي كنا نعرفو هادي هادي كلشي مشى هانتا اليوم انا راجلك خضيرة وجدك شوية ديال السكر شوية ديال اتاي شوية ديال الزيت باش تدوز بعدا عسوي مينا مين غدوز يا شامة مين غدوز يا بصرا واش ندمتي يا شامة واش ندمتي الفنان تي ضربتي عيوتي وفي الاخر تتلاح صافي هذا وهذاك كبر شوينه جبنا له باقي شي حاجه صغيره اما هذاك راه الله يرحمه كبر يعني راه مات ندمت يا ودي الندامه اش غتنفعني دابا اللي سولتي هاد الراس على الندامة غيقولك ندمت 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 تندم الشعر اللي في راسي هذا هو السر اللي ما كيديرش بحساب ليا لا تبين ليا لا تبين ليا خايتي لك اليام 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 يا من القهر والظلام فينك يا عويسة فين الشان والمرشان شحال غيرتي من عباد شحال صفيتي من سياد بلا سبا وبلا تخ انا كنت ملي كنت خدامه وكنت بخير وعلى خير ما كنتش خاصني شي حاجه زعما كنت اصلا من الاول ديالي كنت شاده الخوت بنيات وداكشي صغار كانوا كلشي جالسين معايا مؤخرا هنا وهنا ما بقاتش الوقت كي كانت في هاد فجهد الوباء انا كنت خدامه عند واحد السيده مقابلها 40 الف ريال الشهر ملي جا داك الوباء السيده توفات بقيت انا قلبت تعييت ما بقيتش لقيت الخدمه ما بقاش عندنا لا ما ناكلو لا ما نشربو لا باش نخلصو كراه لا باش نخلصو الماء او ردو شي حاجه يعني ضرينا شامة وشامة شامة السلام عليكم حد واش انت غتبقاي ساكنه ليا هنا ما بغاش تخوي ليا محالي
راه 4 شهور ما خلصتينيش وشهرين انت كتدي وتجيبي فيا. واقولها السلام بعدا. واش انا كرهت ليك؟ راه عييت ما نقلب على الخدمه. مشيت للمعامل لقيتهم سادين. مشيت عند الناس بغيت ندير عندهم الميناج قالوا لي ما بقات عندك الصحه. وبصح نيت انا راه الكاس ما بقيتش كنقدر نهز. كاس ما بقيتيش تقدري تهزي وانت كنتي كتشطحي عبده كلها. وفين النخوه وناسك؟ سيري بعيدك الذهب وخلصيني الله يرحم الوالدين. على انا كل باقي عندي الذهب غادي تلا بيا ليام في هذا المحيل. سمعي يا شام غنعطيك سيمانه خلصتيني هي هذيك ما خلصتينيش غادي ندخل عليك الكاري. هات طلع على البيزها طلع راني كلشي بعته. ثمن الثلاجه اللي كانت عندي دايره الثمن بعتها وقلت الثمن. قلت لك سيمانه هي سيمانه. زيدني 10 عاد ندير باني راسي نتلحن خويا للزنقه وهو مريض مسكين. هاد الهضره ما كتعاودش. انا مرضت تقريبا شهر واحد هادي هاد العام. شهر واحد مرضت بدا كيدخلني واحد الدوخه واحد السخفه وهادشي من واش من قله الماكله ولا من داك التفكر ما كنعش. كنعش بالليل تبقى عارفه كنكون وشوف دابا 26 في الشهر بقات 4 ايام غيدق عليا من الدار. بقات 4 ايام غيدخل عندي غيقول لي يعطيني الشهر. ما كاينش ما لقيتش الخدمه والو ما كاينش. الفقر وكت كترجى شي حد تبغي تطلبوا على شي حاجه وما تقدرش. هو عنده وانت ما عندكش وما تقدرش تقولها لي. وبيجي يكون بحالك بحال ملي درت داك الفيديو انا شطلبت طلبت كنقول لهم انا ما بغيت والو من هاد المحسنين. ما بغيت لا ماكله لا شراب لا كسوه ما يكسوني ما يتقدوا لي والو. انا بيتي فين تغطى على البرد والشتاء انا وخويا. واش انا خلصتيني وجريت عليك؟ عام اللي كنت سالك وزيد هاد الشوهه ديال الفيديوهات حكا مول الدار قطع عليا الماء وقطع عليا الضو وباغي يخويني. انا والله ما بغيت ندير لك شي شوهه. انا راه قلت هذيك الهضره غير باش يشوفوا لي المحسنين. واش داروا معك هاد المحسنين هذا؟ المحسنين راه كاينين ولكن راه باغيين يديوني انا وخويا وانا ما نقدرش ندي خويا حيت مريض. وبغات لاصقي فيا انا. سمعي نقول لك يا شامه اسفي واسعه وعريضه والشريع اللي عجبك حطي فيه قيطون انت وخوك. ديرها على وجه خويا مريض الله يرحم لك الوالدين. اداني المقاطعه قال لي غديري لي التزام انا عطيك 15 يوم خرجي. كان كيحلف عليا كيقول لي ملي ما خرجتش نروح لها حوايج برا. ايوا واش غادي نديرو؟ ما عبدت غير نبيع معناتي ونمشي نكري. كريت الشهر الاول الشهر الثاني ما طلعت لقيت باش نخلص. مشيت العربيه حصدت العام اللي فات حصدت قلت الكبار خفي الشوك جنيد الزيتون مع شي ناس حصدنا انا وبنت انا وولادو. حصدنا قلعنا كبار لقينا الربيع ما خلينا ما درنا يا ربي غير باش نجيب هذا ما ياكل وباش نخلص الماء والضو. اي سير بنادم دار شي حاجات اللي ما عمرو دارهم وهاديك وقيلا هي فاش انايا بقيت كنفكر نفكر نفكر طحت طحت صافي ما بقاش ما دارني والو هادو ركبيات صافي تحشيت. حياة السعادة والرفاهية كانت قصيرة. أمي شامل حبيبة أمي كانت كريمة كتساعد الصغير قبل الكبير. في عائلتها
وكتعطف بالخصوص على امها اللي كانت مريضة وكتعيش معاها. الأمور بدات كتعقد من بعد ما كبرات في السن، والخدمة قلالت، ومول الدار اللي كاريا عنده طالبها بالإفراغ، وهنا بدا التهديد بالشارع. تواصل معايا السي جمال الزرهوني، الفنان الشعبي اللي هو معروف غني عن التعريف، وخبرني بانه كاينه واحد جوج حالات كيعيشوا ظروف صعبه، معيشه ماشي هي هذيك، مول الكرا واقف عليهم، ما عندهمش باش يادوا الواجب ديال الكراء، و باش حنا نعرفوا اش واقع كونا واحد اللجينة والتحقنا بالسكن ديالها بعد ما عرفنا المقر السكنة ديالها، والتحقنا بالمسكن ديالها بكل صدق. كي دخلنا الدار يعني تأسفنا، وكي عرفنا كيفاش اش كانت كدير وكيفاش كانت كتعيش والظروف الحالية اللي لقيناها فيها، هي دابا عندنا واحد 8 شهور دابا هي والاخ ديالها. المهم اللي ما تخصنيش خليهم تما صراحة تقال، هي طلبت مني ملي قلت لها راه كاين واكاين ممكن نديوك البلاصة موجودة، وهذه طلبت مني قالت لي سبق لي خويا هو الاول، وخوها من ذوي الاعاقات، عنده اعاقه في يدو في رجلو، عندوش تقريبا شاله نصفي، وقالت لي انا غدا ان شاء الله جيني بحال دابا، هي هذيك النهار 17 18 قالت لي راه عندي شي حاجه، عنده واحد ليجا وعندها شي حاجه قالت لي تخصني نشوف لما نعطيهم. بالفعل جنا الاخ ديالها والغد مشينا جناها هي. محينها على العائلة كانت قوية، بعد موت والديها حافظت على خوها اللي كانت عنده إعاقة، بقات معاه، وبفضل المحسنين دخلته معاها لدار المسنين بأسفي باش تضمن ليه عيش كريم. وبالفعل بعد الوفاة ديالها خوها بقى متواجد في هذيك الدار، ما خاصها حتى حاجة إلا أنه كينقصو حنان ختو شامة اللي كانت هي الظل ديالو في كل دقيقة وفي كل حين. الحمد لله دار المسنين يعني كما تطورت بواحد الشكل كبير، الحمد لله، والحمد لله اللي البرنامج حتى هو لعب واحد الدور، الحمد لله. يعني أن كنا جينا هذه 5 سنين يعني مع امي محجوبه 2015. اللي طرد لها النظر ديالها ومشات للعمره وقفت على رجليها، والباشي والام ديالو الله يرحمهم ويوسع عليهم ويجعل قبرهم موضعهم في الجنه. يعني ام كتلقى هي ولدها في دار المسنين، ودابا فنانه شعبيه اللي كتلقى هي وخوها في دار المسنين. يعني ربي اختاركم، راه ماشي نتوما اللي اختاريتو تجيو لهذا المين، ربي اختاركم انكم تخدموا هاد المسنين والمسنات. الله يرحمك امي شامه الحبيبه امي. مجموعه من الفنانين والفنانات عاشوا من اجل الفن ديالهم، وللاسف تلات بهم الايام، عانوا الكثير وعاشوا المعاناة منهم اللي مرضوا وحتى واحد ما حس بهم، وغالبا كتكون ظروفهم صعيبة ووضعيتهم مأساوية. للأسف هذا نداء من برنامج الحبيبة أمي للمسؤولين باش يتهلاو في الفنانين المحتاجين قبل ما يوليو عرضة للشارع. لالا شمال الفنانة الشعبية اللي مثل مجموعة ديال الفنانات اللي عطاهم الزمان بالظهر واللي عاناو، كيف قلتي انك ندمتي تدخلتي لهذا المجال للاسف. للاسف. شنو كتطلبي دابا لالا شمال؟
يعني كنحس بان لا شمه دوزت واحد المجموعه من المحطات ديال المعاناه والديها، يعني كان الفقر عطاوها للناس اخرين يربيوها، دوك الناس مساكن اكسيدا وماتوا، خرجتي تزوجتي وانت صغيره، هربتي دخلتي للمجال باختيارك، ولكن ما كنتيش عارفه بان الامور غتبدل. شنو كتطلبي دابا انت ولا خوك؟ واش غنقول لك انا بعدا؟ كاين اولا قبل كل شيء الله يجازي هاد الناس اللي هزوا بينا واستقبلونا وجينا. تقريبا انا بعدا كانت فيا الموت. الجمعيه ديال دار المسنين اللي كتواجد في اسفين، المجهودات ديال سيدي عبد اللطيف وسيدي عماد والاعضاء ديال المكتب. سيدنا محمد الثالث امين اللي طول عمره يحفظ الاسره العلويه، وهاد الناس هما كيف وقفوا معانا غادي يجيب الله اللي غادي يوقف معاهم حتى هما في خيرهم في البركه في يديهم في كي هما رفدوا بينا، ولو حنا كنا مشردين في الشوارع تقريبا. لا اله الا الله. حنا قلتي لي بانه عندك جلاله في عينيك. حنا كطاقم ديال البرنامج الحبيبه امي غنتكلفوا اننا نحيدوا لك الجلاله ديالك ان شاء الله، وعلى الاقل تشوفي بعدا وربي يساو اكيد المحسنين ديال الاسفي، يعني اسفي بلاد اللي معطاءه. جيناك يا الحبيبه امي بورود في دينا، جيناك يا الحنينة امي ضحكة منك تحيينا، جيناك يا الحبيبة امي برود في دينا، جيناك يا الحنينة امي ضحكة منك تحيينا، لو كان بيدي لو كان يا الحبيبة امي قلبي ناديك، لو كان بيدي لو كان يا الحنينة امي بروحي لفديك.